بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي. تحياتي لكم من مدرسة كلوريز للغات. نتكلم النهاردة في مادة الفلسفة وقضايا العصر عن درس العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة، وهذا الدرس هو الموضوع الثاني هو ثالثا في الموضوع الأول من منهج الفلسفة في فلسفة البيئة. هنبدأ نتكلم عن العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة. مرت العلاقة علاقة الإنسان بالبيئة بخمس مراحل. ما هي الخمس مراحل؟ المرحلة الأولى هي مرحلة التقديس والتأليف. مرحلة التقديس والتأليف هي المرحلة الأولى التي عاش فيها الإنسان وسط بيئة لا يستطيع السيطرة عليها، فلجأ لتأليه الظواهر البيئية والطبيعية المحيطة به. هو من العنوان المرحلة بيقول إن هي مرحلة التقديس والتأليف، يعني بيقدس البيئة ويتخذ من مظاهر البيئة وصورها المختلفة أشكال صور وأشكال للآلة. إنسان عاش في هذه المرحلة، الإنسان البداية الأول، وسط بيئة لا يستطيع السيطرة عليها، لا يعلم ما أسباب الأعاصير والرياح والأمطار والسيول والبراكين والزلازل وغيرها، فبدأ يرى هذه الظواهر ويصفها بصفة الآلهة ويقدسها خشية من عواقب. كان لسه التفكير الإنسان البداية الأول بيحاول يتصور العالم المحيط به، فكان كل اللي يقدر عليه إنه هو يتخذ من هذه الظواهر آلهة له. مثال آلهة البابليون والهنود واليونانيون، ما أخذوا من مظاهر الطبيعة والكائنات الحية إما آلهة صريحة، يعني الإله يعني الكائن الحي خدوه كده إله صريح، يا إما كان رمز أو تجسيدا للإله. مثال عبادة المجوس للنار، أخذ البابليون من النجوم آلهة وجعلوا القمر أبو الآلهة. يبقى أول مرحلة في علاقة الإنسان بالبيئة والتعامل مع البيئة هي مرحلة التقديس والتأليف. وزي ما قلنا في الأول إن العنوان بتاعنا اسمه العلاقة الجدلية بين الإنسان والجدل هو الحوار، ما نقاط الالتقاء بين الإنسان والبيئة. في المرحلة الأولى كان الإنسان ساذج نوعاً ما تجاه الظواهر الطبيعية المختلفة، وكان يخشى عواقب هذه الظواهر، فتصور أنها آلهة فلا بد من عبادتها أو اتخاذ هذه الظواهر صور ورموز للآلهة. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة التفسير والتوظيف. الإنسان البداية الأول بدأ يفكر في البيئة المحيطة والظواهر المحيطة به المختلفة، فهنا هي مرحلة لتطور العقل البشري من الخضوع للبيئة، الخضوع الكامل واللجوء إلى العبادة، إلى التفكير في الظواهر البيئية المختلفة ومحاولة تفسيرها وتوظيف البيئة للخدمة. يبقى مرحلة التفسير والتوظيف هي مرحلة مهمة من مراحل تطور العقل البشري. بدأ الإنسان يكتشف النار، بدأ يكتشف أدوات الصيد والقنص، بدأ يفكر في النجوم وفي الشمس وفي القمر وفي الأرض وفي الظواهر الطبيعية المختلفة، ومحاولة الإنسان إيجاد تفسير وأسباب مقنعة لهذه الظواهر. نجد هذه المرحلة تبدأ بالحضارة اليونانية وظهور الفلسفات الطبيعية. ونفتكر مع بعض في الصف الأول الثانوي نشأة الفلسفة
هي نشأت على يد الفلاسفة الطبيعيين بداية من طاليس في اليونان والفلاسفة الطبيعيين في الأسكندرية حتى مطلع العصر الحديث. هؤلاء الفلاسفة الطبيعيين بدأوا يفكروا في أصل الكون وفي أصل الأرض ومما خلقت الكون والأرض والإنسان، ومنهم بدأ يقدم تفسيرات بدائية كانت جيدة جدا لاستكمال العلماء بعدهم هذه التفسيرات، إن الأرض مخلوقة من الهواء أو الكون ده مخلوق من الهواء أو من الماء أو من التربة أو من النار، تفسيرات مختلفة وجدية للعقل البشري في محاولة إيجاد تفسير لهذا الكون الذي نعيش فيه واللي جاء بعد الفلاسفة الطبيعيين في حوالي مثلا بعدهم ب 400 سنة أو 500 سنة، نجح أرسطو في تقديم تفسيره للعالم الطبيعي، فاستند إلى أن الأرض هي مركز العالم الطبيعي. ابتدى الفيلسوف اليوناني أرسطو وهو تلميذ أفلاطون، وأفلاطون هو تلميذ سقراط، فالأستاذ الأول لهم سقراط ثم أفلاطون ثم أرسطو، وأرسطو معلم الإسكندر الأكبر. أرسطو كان فيلسوف موسوعي، مش بس بيتكلم عن الفلسفة، لا، ومؤسس حقيقي، المؤسس الأول لعلم المنطق، وأيضا له دراسات في السياسة مهمة جدا وفي الطبيعة وفي التاريخ وفي التشريح، علم وظائف الأعضاء الفسيولوجي وتفسيرات لعلم النفس. كان فيلسوف موسوعي. ابتدى يقدم أرسطو تفسير للعالم الطبيعي وقال إن الأرض هي مركز العالم الطبيعي. ما معنى أن الأرض هي مركز العالم الطبيعي؟ كما نعتقد الآن حاليا في الحياة الراهنة أن الشمس هي المركز والكواكب تابعة، أما كان اعتقاد أرسطو ساعتها أن الأرض هي مركز هذا الكون والكون هو تابع للأرض. ظل هذا التفسير مهيمن على جميع العلوم والفلسفات طوال العصور، ونظرت هذا العلوم والفلسفات للعالم الطبيعي على أنها الطبيعة المحيطة بالإنسان هيئها الله لخدمته. طيب، فضل التفسير ده مسيطر حتى العصر الحديث، يعني من بداية من أرسطو من قبل الميلاد، من حول القرن الرابع قبل الميلاد إلى العصر الحديث، فضل تفسير أن الأرض هي مركز العالم الطبيعي هو المسيطر حتى أن جاء جاليليو وقال أن الكواكب هي اللي تابعة للشمس والشمس هي المركز. تفسير ده هيمن على علوم وفلسفات طوال العصور. هذه العلوم والفلسفات نظرت للبيئة الطبيعية المحيطة بالإنسان على أنها البيئة التي هيئها الله لخدمة الإنسان بكل ما فيه، أي أن البيئة موجودة من أجل خدمة الإنسان. مثال، بداية زي ما اتكلمنا عن الفلاسفة الطبيعيين، تفسير طاليس بأن الماء هو أصل الكون. مثال آخر، اختلاف الفلاسفة اليونان حول أصل الكون، هل هو مكون من الماء أم من الهواء أم من الدخان أم التربة أم مزيج منهما. هذه هي مرحلة التفسير والتوظيف وبدايات الفهم والتعقل للبيئة والحياة. المرحلة الثالثة هي الاستغلال والسيطرة، بدأت مع ظهور العلم الحديث بمناهجه الحديثة. الإنسان في المرحلة السابقة التفسير والتوظيف محاولة للفهم، ولما بدأ يفهم البيئة ويتقدم ويتطور العقل البشري بدأ في الاستغلال والسيطرة على البيئة، يستغل مقدراتها ويسيطر عليها. طب بدأ إزاي؟ بدأ مع ظهور العلم الحديث بمناهجه الحديثة، بداية من فرانسيس بيكون، المنهج الاستقرائي عند فرانسيس بيكون، ومنهج الشك
عند ديكارت كانوا أساس النهضة. هذه المناهج كانت أساس النهضة الصناعية في أوروبا، هو المنهج التجريبي. طب رأى الفلاسفة والعلماء إيه؟ رأوا أن كلما نجح الإنسان في فهم الظواهر الطبيعية باستخدام المنهج التجريبي واستطاع استغلال مقدراتها كلما انتصر عليها. احنا عاوزين نحقق انتصار على الطبيعة، ما نكونش الإنسان ما يكونش خاضع للطبيعة، بل بالعكس يتصدى لكل الظواهر الطبيعية من زلازل، براكين، أعاصير، أمطار، رياح وغيرها. نستطيع أن نتصدى إلى ذلك من خلال المنهج العلمي، بل استغلال مقدراتها، تنقيب عن أبار البترول، عن المناجم، كل ده استغلال لمقدرات الطبيعة وطبعا الغابات. كلما انتصر عليها وحقق رفاهيته، يبقى في هذه المرحلة رفاهية الإنسان لن تتحقق إلا باستخدام المنهج العلمي أو المنهج التجريبي في العصر الحديث، وبالتالي يؤدي إلى تقدمه المنشود عبر استغلال مواردها الطبيعية. هذه المرحلة الاستغلال والسيطرة بظهور المنهج التجريبي في العلم الحديث من أهم سلبياتها هي ندرة الحديث عن حقوق الكائنات الأخرى في الحياة. كان في ندرة إن ما فيش حد يتكلم عن حق الكائنات الأخرى من وراء هذا الدمار اللي عمله الإنسان بسبب التطور العلمي. ولكن هنجد هنا في الأمثلة استخدام بيكون المنهج التجريبي بدراسة الظواهر الطبيعية أدى إلى زيادة سيطرة الإنسان على الطبيعة. إنشاء فونت أول معمل تجريبي لعلم النفس لإجراء التجارب على الحيوان فيها انتهاك لحقوق الحيوان في عدم الإيذاء، وده اللي نتكلم عنه لاحقاً في عند بيتر سينجر ومذهب المنفعة وحقوق الحيوان. عاوزين نركز هنا في نقطة مهمة، إن مرحلة الاستغلال والسيطرة منهج علمي في العصر الحديث، يعني مش في الحالي، يعني مش في المعاصر. في الفلسفة هناك تقسيمات مختلفة عن أي علم آخر للعصور، هذا التقسيم يخص الفلسفة فقط، فكل الأحداث التي تدور في إطار 50 عام الحالية، يعني في إطار 50 عام، هي تعد معاصرة. يعني في إطار 50 عام، إحنا 2020، يعني من 1970 إلى 2020 هو يعد في الفكر الفلسفي معاصر. أما الحديث فهو ما قبل 50، ما قبل 1970 إلى عصر النهضة والثورة الفرنسية وعصر النهضة الأوروبية. المرحلة الرابعة بعد ما الإنسان استغل وسيطر وفهم وعمل منهج حديث، ما اكتفاش بده بس، لا، قهر واستبد. القهر والاستبداد جاءت مع العلم المعاصر. يبقى القهر والاستبداد مع العلم المعاصر، أي في إطار 50 عام من 1970 ل 2020. استطاع الإنسان بالتقدم العلمي اللي حققه في مرحلة الاستغلال والسيطرة أن يصل لمرحلة قهر الطبيعة في القهر والاستبداد. أصبحت الطبيعة ضحية العلم المعاصر. هنجد ذلك، الدليل على ذلك الآثار المترتبة على التقدم العلمي الرهيب اللي وصلنا له في مرحلة القهر والاستبداد، وهي إحداث تحولات بين الكائنات مما هدد الحياة البرية بل وحياة الإنسان نفسه. كيف حدثت هذه التحولات؟ يعني إيه؟ الرد هنا في العنصر التالي هو تطوير تكنولوجيا الهندسة الوراثية والاستنساخ،
وده بنعرضه أكتر في الموضوع الثاني اللي هو البايوتيكا، وهي التطور في الأبحاث البايوطبية، البيولوجي والطبية في الباب الثاني. فيمكن أن تغير طبيعة الكائنات الحية وأعمارها وأشكالها بحيث تختلط أنسبها فلا تعد طبيعية أو حتى شبه طبيعية. بقى في استنساخ، في الهجين، استخدام مبيدات، كل ده بيهدد بيئة الكائنات الحية. مثال، حاول الإنسان من خلال المواد الكيميائية أو ما يسمى الهرمونات زيادة حجم الخضروات والفاكهة. أصبحت الخضروات والفواكه على حجم غير المعتاد والطبيعي، وتتم عملية النضج بسرعة قبل أوانها، فنتج عن ذلك تغير في الطعم والمذاق وانخفاض القيمة الغذائية، وأصبحت مصدراً لإصابة بالسرطان. يبقى مرحلة القهر والاستبداد هي مرحلة قصوى من التطور العلمي والتكنولوجي اللي وصل له الإنسان، وهي في العلم المعاصر. أما في العلم الحديث كانت مرحلة الاستغلال والسيطرة، أما في العلم المعاصر القهر والاستبداد. المرحلة الأخيرة أو الخامسة هي مرحلة الصون والاحترام. جميعا نرى تفشي وباء الكورونا حاليا. هذا الوباء ناتج عن القهر والاستبداد اللي قدمه الإنسان في الطبيعة، والخلل في التوازن البيئي، وفقدان أجزاء كبيرة من السلسلة الغذائية في الطبيعة. فلما حصل أزمة زي أزمة الكورونا وانتشار الوباء، الإنسان ابتدى يحترم نفسه تجاه البيئة وتجاه نفسه والآخرين، وقال لك الحقني أنا خلاص العالم بينتهي، احنا بننتهي، عاوزين حل. السبب، السبب هو تجبر الإنسان على الطبيعة والقهر والاستبداد. لذلك مرحلة الاحترام والصون هي المرحلة التي نحياها الآن. الراهنة هي بتتداخل مع المعاصر. تنبه العلماء والفلاسفة إلى الآثار السلبية المترتبة على بعض جوانب التقدم العلمي البشري. طب بعد ما تنبهوا عملوا إيه يعني؟ إيه اللي قدموه؟ بدأوا يحذرون من هذه الآثار السلبية ومن ازدياد العبث بمقدرات الطبيعة، وتحولوا للدعوة إلى أولاً وضع التشريعات والقوانين اللازمة لصون البيئة الطبيعية وحقوق الكائنات الأخرى. يبقى في قانون في الدولة بيحمي البيئة ويعاقب كل إنسان يلوث البيئة ويتعدى عليها، ويعاقب كل إنسان يتعدى على حقوق الكائنات في عدم الإيذاء. وهذه المسلمة اللي قالها توم ريجان فيما بعد بيتر سينجر في المذهب المنفعة، اللي هي إذا كان من حق الإنسان عدم الإيذاء فكذلك من حق الحيوان عدم الإيذاء. مثال، وضع تشريعات لحماية الأنهار والغابات والبحار. عندنا قانون دولي كل دول العالم بتتفق عليه للبيئة، يهتم بحماية البيئة بصفة عامة والمياه والبحار والمحيطات والتربة والنبات والحيوان. ثانيا، إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي، يعني الباحثين يكون عندهم أخلاق، يعني الأبحاث البيولوجية اللي فيها شكوك عن انتشار فيروس كورونا هي ناتجة عن عدم أخلاقيات أو نقص في أخلاقيات البحث العلمي وعدم الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي التي تحمي حقوق الكائنات الأخرى وحقوق الأجيال البشرية القادمة، اللي هو التنمية المستدامة، حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وفي الموارد، وحقهم في الاستمتاع بالروابط الاجتماعية، ويجوا يلاقوا في تاريخ وتراث وحضارة حقهم يستمتعوا
الواقع ليس حكر على الحاضرين وملاك الكرة الأرضية حاليا فقط، بل الواقع والبيئة المعاشة حاليا هي من حق الأجيال القادمة اللي بعد 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة له الحق في هذا الشارع اللي أنا بمشي فيه. مثال: يحرص العلماء في مجال البحث العلمي على عدم تعريض أي فرد للضرر. مثال، وده بنتكلم فيه في الباب الثاني عن الموافقة المستنيرة بعد أحداث بعد مؤتمر أو اتفاقية نورنبرج في ألمانيا بسبب اللي عمله هتلر بعد الحرب العالمية الثانية، كان عامل مستوطنة كبيرة للتجارب على البشر بصفة عامة، سواء كانت تجارب فسيولوجية أو بيولوجية أو نفسية اللي كانت الأخطر، وده في انتهاك لحق الإنسان. يتم رفض أي بحث علمي إذا خالف القواعد الأخلاقية للعلم. يبقى مرحلة الاحترام السن بيحاول الإنسان وخاصة العقلاء من العلماء والفلاسفة إن هم يحلوا أزمة التلوث والمشكلات البيئية الناتجة عن قهر واستبداد الإنسان الطبيعة، لأن بدأت الطبيعة هي اللي تفترس الإنسان وبترد على الإنسان بعنف جدا، ونجد ده وهنلاحظه حاليا، وأكبر مثال على افتراس الطبيعة للإنسان وهو وباء كورونا. طيب، هناك تعقيب على هذا الدرس: هل يعني مرحلة الاحترام والصون اللي احنا شرحناها سابقا ان مفيش حد قبل كده اتكلم عن حقوق البيئة والكائنات الحية والأجيال المستقبلية؟ لا، لا يعني الحديث عن مراحل علاقة الإنسان بالبيئة أنه لم تنشأ الفلسفة البيئية إلا في العصر الحاضر. الفلسفة البيئية موجودة منذ قدم الإنسان على الأرض، بقدم الإنسان على الأرض. ففي الحقيقة نجد كثير من البشر والمفكرين في مختلف الحضارات الإنسانية كانوا واعين تماماً بأهمية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها وعدم قهرها أو استنفاذها، احتراماً لحق الحياة لكل الكائنات الحية، على أن تظل البيئة الطبيعية نافعة للحياة البشرية السوية لاستمرار الحياة المتوازية للجميع. إذن الفلسفة البيئية، وهي فرع من فروع الفلسفة التطبيقية اللي بتحاول إنها تحل مشكلات البيئية الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي الرهيب اللي هدد بيئة الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان، هذا العلم أو هذا الفرع من الفلسفة لم ينشأ في العصر الحالي فقط. والدليل على ذلك أن الدرس التالي هو وجهة نظر ورؤية الحضارات الشرقية القديمة كحضارة الفرعونية القديمة كمثال، والحضارة الصينية في رؤيتهم ودعوتهم الأخلاقية وفي سلوكهم للحفاظ على البيئة والكائنات الحية. نكتفي بهذا القدر، وشكرا لكم.